اول شيء ما هلا خصما رح يخبرك القصه كيف ابتدت. اصلا هو فينا نقول انه نمر هو انت الثيرد جينيريشن، الجيل الثالث من بعد جدك وبيك، انت جيت بالازياء الرجاليه بس ليك اعطيت لمسه جديده وحديثه اللي هي ركزت على الديتيلز يلي كان بيك وجدك ما يفوتوا فيه. اذا فيك تخبرنا هيك بلمحه سريعه سريعه عن بدايه نمر سعادي للرجال. سمع ايوه وتعلم. ثانك يو على المقدمه الحلوه، انبسطكم معكم اليوم بالبرنامج. عادي وصلنا زمان كثير نحن يعني عن جد عمر بموضوع مزبوط بتابعينا. ما في شك انه كان بعصرهم كان موضوع الفاشن محدود، مش هيك ما كان عندهم هالطريقه، عندهم المجال الابداع. هون نحن اجى العصر المزبوط والوقت المزبوط، وانا من بعد ما كنت كونت خبره تقريبا 15 سنه بشتغل معهم حبيت افتح دار الازياء تبعي، وانتبهت كثير للتفاصيل، والتفاصيل بتبين بعد فتره ما بتبين دغري. العالم بتبلش تلبس، بلش تتعود على البراند، تشوف شو فيها تفاصيل فيها تعيش معها. هون بلش يطلع الصيت انه اليوم هذا البرودكت على قد ما نمر سعاده هو مميز، في تفاصيل زياده، وبلشت المسيره. والنظافه اكيد، النظافه اول شيء اكيد، والمحافظه على الكلاسيكيه، بس التويست الحديث اللي بتذكر هذا اللي تميز فيه، وكمان اكيد عدد كبير من المشاهير اللي صاروا يعتمدوا ملابسه لنمر. اذا فيك تخبرنا عن السنين اللي قطعت، شو هو الاشياء اللي تغيرت عند نمر، شو هو التغيير؟ لكن احنا بصدد دايما كل 3 4 سنين انه نقدر نعمل تطور بالمصلحه تبعيتنا. ما في اليوم صار شيء ستاتيك، بعرف اليوم كل شيء صار سريع، صح، والموضه صارت شغله سريعه. نحن نفس الشيء بالنسبه للازياء الرجاليه، اكيد اكيد، يعني بالنهايه اليوم صارت اسرع من قبل. قبل كانت الموضه الرجاليه بدها 7 سنين تتغير الجوهر تبعها كله، هلا الناس تعمل ادابتيشن اسرع بكثير من بعد السوشيال ميديا. العالم صار سريع، وصار في كتير ديزاينرز بالعالم، وصار في كتير قصات. سو بدك تلاقي حالك انه بدك تكوني اكثر اب تو ديت بهذا الشيء. سو اخذنا دائما الرجال العربي الكلاسيكي اللي زلمه بحب يطلع على الشغل عنده هالرصانه بالكاركتر تبعيته، فوتنا شيء اللي هو كاستمايزيشن، يعني انت اليوم حسب وين رايح، كيف رايح، شو عندك مناسبه. هون بلشنا نحن نعمل شوي تويست بالقصات تنقدر نخلق شيء مميز. طب اذا فيك تخبرنا كيف الشغله اللي ضمنت انت وزوجتك اربل على تو اوف اس، سو في زي فينا نفوت اكثر بعمق بالتفاصيل اللي محافظين على كلاسيكيه، بس لكن التويست المميز. مثلا مثل انا هلا لابسه البليزر كلاسيكيه، بس القماشه من التويد ومع الجلد اللي بتفوت بهالموضه اللي احنا عم نعيشها. مزبوط. هلا ما في شك انه انا كان عندي دائما المام بالعالم النساء، وغير انه انا بعلم بالجامعه كنت بالاليو منعلم نساء، كان عندي تلميذ وغير انه درسها، لقيت الوقت المناسب انه انا يمكن بالفتره البانديميك اللي كانت اللي صارت للاسف هي عالميا كانت سيئه، اخذت فرصه انا. واللي اضاف على ذلك انه ار بي ماي وايف كانت هي الانسبيريشن تبعيتي، يعني لما قعدت معها ركزت ايه اكثر، لانه بسافر كثير بشتغل كثير، كانت أكتر فترة بقعد معه مع العائلة بلاقي حالي إنه شو هالإنسان اللي عنده طاقة وحيوية وعنده knowledge وعنده ذوق عالي جدا. حسيت إنه she will be my muse، يعني هي كانت الهام تبعي. من هون أنا كونت الكولكشن كلها، وتعاونت أنا وياها تشوف يعني الكارش اسمه الميكس الست كيف بتشوف البدله الرجاليه من ناحيتها هي، وشو الالوان هي بتفكر فيها ممكن تلبسها. كونت هيدي الكولكشن كلها ثرو هير ايدياز، اوكي، الكلر تبعولها كيف بتشوفك. وانا كان عندي كنا قريبين شوي بالبيرسونا اللي كنا نحن بدنا نرسمها. سو هذا هو. وطبعا ما بدنا ننسى انه الومن امباورمنت، المراه بعبر التاريخ كيف وكذا. سو هذا الشيء اللي اضفته انا باللمسات اللي نحن عملناها هلا، طبعا مع شيء عصري حديث، الوان، القماشات اللي استعملناها هلا، ومش هيك صارت طلعت عنا الكوليكشن اللي هي اسمها تو اوف اس.